تنطلق بيئة تالية المسابقة الثالثة جائزة أوراشان المسافة ديال 1700 متر بداية جيدة بالنسبة لعفاف لا عفاف جرين رقم 15 اللي كتبدا فيها المرتبة الأولى رفقة رقم 16 كذلك دولينيا دون أن ننسى من جهة الحاجز رقم 18 غزالات هو موغادور أم الربيع رفقة ركيب عبد القادر القندوسي دون أن ننسى كذلك رقم 7 لوغوا شار من الجهة الخارجية رقم 6 مملوك زمور رفقة ركيب مراد زابوط ومحاولات كذلك من جانب باكينا رقم 10 زوير مديحيني مازال في المراتب المتوسطة لهذا السباق بداية جيدة بالنسبة لرقم 16 دولينيا اللي كتاخذ المرتبة الأولى رفقة كذلك هنا رقم 18 موغادور أم الربيع من الجهة الخارجية رقم 14 عفاف جرين ثم كذلك رقم 14 فيزا زمور ورقم 15 عفاف جرين من الجهة الخارجية كذلك رقم 3 نشوة جرين محاولة كذلك من جانب قاسم فضول رفقة أو محسن الفرام رفقة جينيمون كذلك عنده اون فالور هانديكاب ديال 18 ونص تقريبا فرص للفوز فهي عنده كبيره جدا الثنائي ديال السيد السملاني زكريا فهم اقوياء جدا لحد الان في محاوله لتحقيق الانتصار بينما جنرال ام الربيع اللي ياخذ ربما المرتبه الاولى في اداره نعم لغوا الشاغ رقم 7 اللي كينافس بقوه من اجل الحفاظ على المرتبه الاولى رفقه رقم 18 الثنائي ديال السيد السملاني زكريا فهو تقوم بمسابقه ممتازه جدا عبد الرحيم فضول غادي يترقب الجهه الخارجيه في محاوله الانتصار ثم كذلك كنشوفوا ايوب رايو عبد القادر القدوسي كينافس الان على المرتبه الاولى انطلاقه كذلك ديال عفاف غرين رقم 15 في محاوله للفوز كذلك رفقه ركيب يوان بورجوا ثم كذلك عمر الكجر رفقه نشوه غرين انطلاقه ممتازه ديال لوغواشا غادي يفوز بهذا السباق لوغواشا ينطلق بقوه رقم 7 انطلاقه ممتازه عثمان الكجر يقدر يفوز عفاف غرين في محاوله للانتصار في هذا السباق تتمكن اظن هنا عفاف غرين وركيب يوان بورجوا من الفوز لكن اظن نتيجه الوصول المؤقت الى تاكد ناد المسابقه بين لوغوا الشاغ رقم 7 وكذلك رقم 15 عفاف جرين اذا هنا رقم 7 ورقم 15 ثنائي اللي نافس بقوه على المرتبه الاولى كانت عوده قويه جدا